هيئة المتنزهات البحرية قدمت بلاغ بالواقع كويس، وتم بالفعل إعلان حالة طوارئ أو يعني طوارئ ما لمراقبة المنطقة. مهم جدا إن احنا نبقى عارفين هو إيه اللي حصل، هل بالفعل حصل إنه في سمكة قرش جت عندنا في مرسى علم؟ لا ما حصلش. طب هل ده وارد؟ هل ده مش وارد؟ إلى آخره. وبالمناسبة باعتبار ان انا راجل غاوي افلام وثائقيه كتير وتحقيقات استقصائيه وحاجات زي كده، وده يمكن مش بس شغف بالمشاهده لكن ايضا بصناعه هذه الامور، واشتغلت فيها فتره لا باس بيها، احب دايما افضل شغال فيها، يعني الحاجات دي بتبقى ممتعه قوي. المهم فلاحظت انه احيانا بتحصل بعض التغيرات البيئيه في الميه ودرجات الحراره ومش عارف ايه، بتؤدي الى انه انواع من الاسماك اما انها بتهاجر تختفي بعيدا عن سواحل ما، واسماك تانية تقرب. وموضوع اسماك القرش ده كان ظهر في عند المحيط الهادي في السواحل الامريكيه، السواحل الامريكيه الجنوبيه مش جنوب امريكا، يعني السواحل الولايات المتحده الامريكيه في المناطق الجنوب غرب الولايات المتحده الامريكيه ظهرت اسماك قرش، كانت في سنه من السنين وقربت من الشواطئ، وده كان شغل غير متعارف عليه او حاله غير متعارف عليها، وحصل هجوم على بعض الناس وكلام من ده، ووصلوا الى انه كان في اسباب بيئيه هي اللي ادت لده. انا عايز افهم اكتر، خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور محمود حنفي استاذ علوم البحار بجامعه القناه ومسؤول جمعيه المحافظه على البيئه بالبحر الاحمر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ يوسف. اهلا بيك. ازاي صح؟ ايه حكايه سمكه القرش اللي اتقال انها ظهرت في مرسى علم؟ هو بس علشان برضو المشاهدين، لانه يعني كتير جدا من المشاهدين للاسف ثقافتهم على اسماك القرش مرتبطه بافلام الموفي بالظبط. لكن طبعا هو سمكة القرش في البحر الاحمر ده بتلعب دور كبير جدا حتى في الاقتصاد القومي. علشان بس الناس تبقى عارفه، سمكة القرش دي بيجي لها غطاسين من مختلف انواع العالم عشان من انحاء العالم عشان يغطسوا ويتفرجوا عليها. ايوه ده يعني احنا قدرنا قيمه سمكة القرش اللي بتدخله الدخل القومي المصري في موقع غزة الاخوين، بتدخل من الاسماك الكبيره الضخمه يعني. بتدخل حوالي 200,000 دولار في السنه. كبتها كمصيد لا تتعدى 150 ل 200 دولار، يعني دي فرخه بجدها. طبعا. مش بالشكل اللي الناس متخيلاه ان سمكه القرش، زائد سمكه القرش دي بالنسبه للناحيه البيئيه مهمه جدا لانها دليل قوي جدا على مدى صحه البيئه البحريه. حلو. حته وجود الحادثه الاول علق عليها علشان برضو الناس ما يبقاش فيها، انه ده عباره عن سايح كان موجود غطس. حوادث الغوص دي وارده جدا، وعلى فكره ده يعني عمليه الغوص وحوادث اسماك القرش مقارنه بحوادث السيارات لا تتعدى شيء يعني. فدي بتحصل في مختلف انحاء العالم. حلو. اللي حصل ان هو واحد غطس مات لسبب ما، قد يكون ازمه قلبيه، قد يكون مشكله في التكنيكاليتي بتاع الغوص نفسها. وارد. وبعدين لتاني يوم جم غواصين مصريين طلعوه من الميه، لقوا ان هو جزء من كتفه لما بصينا في الشكل العضة دي عضت نوع من القروش اللي هو التايجر اللي هو القرش النمري. القرش النمري ده لما بيكون متواجد في موقع اسمه الفنستون، ده من اهم المواقع بتاع الغوص، مشهور جدا في العالم. فدي حادثه يعني اللي عايز اقول ان هي حادثه عاديه، لان ما عملهاش غير التايجر ده او سمكه النمري، لان هو من النوع اللي ممكن ياكل حاجه ميته. فالقصه حصلت، سمكه التايجر ده او سمكه القرش دي موجوده بقى لها فتره والناس بتيجي تغطس عليها وتتفرج عليها، يعني ما فيش ما يخض يعني. لكن هو فعلا احنا في البحر الاحمر اللي عند سنه 2009 لم تسجل حتى هجوم لاسماك القرش على غواصين ابدا. من 2009 لحد دلوقتي مفيش حاجه. من 2009 لعند دلوقتي حصل عندنا مجموعه حوادث. علشان برضو نكون، لكن هي ليه؟ الجزء الاولاني انه البحر الاحمر من احد البحار اللي هي فقيره في قدرتها على انتاج الاسماك، ميتها فقيره. لان زي ما بقول الميه، ميه البحر دي عامله زي الارض الزراعيه، في ارض خصبه وارض غير خصبه، ارض بتطلع زر وارض بتطلعش. فنفس القصه كده ان ميه البحر الاحمر من المياه الفقيره ما فيهاش سمك كتير. فبالتالي لما بيحصل ان انا اعمل ما يعرف بالصيد الجائر واشيل ويبقى في تنافس بين الانسان في تجميع الغذاء ده، فاسماك القرش ما تليش الاكل بتاعها. فايه اللي بيحصل؟ اي مفترس حتى في الغابه لو الاسد ما لقاش اكله طبيعي بتاع دائره بحث. صح.
دي نمرة واحد. الحاجة التانية بتجذبه أي حاجة. يعني لو مركب واقف بيرمي بقايا طعام يجي سمكة القرش يشمها تيجي من بعيد. فبتبقى جاية بتتنرفز لأن بتبقى جعانة ومش لاقية الأكل، فبيبقى فيها نوع من الإيه؟ ما بتبقاش في حالتها الطبيعية. طبعًا. طول عمر البحر الأحمر إن الواحد اللي بينزل يغطس ويشوف سمك قرش بيبقى سعيد جدًا ويرجع بلده وهو مبسوط جدًا. فبعض الحاجات اللي بتلقى من أو بعض الناس الغير ملتزمين، بقايا مطبخ، حتى الصرف الصحي اللي بينزل من المركب ممكن يجذب انواع من القروش زي النوع او النوع الشانك الحوتي. ده اثبتت علميا ان هو ممكن يجذب للريحه. لما تيجي سمكه القرش على مكان فيه ريحه وما فيش اكل بتبقى غير طبيعيه. هنا ممكن تحصل بعض الحوادث وبعض الحوادث، لكن انا اطمن كل الناس ان البني ادم ليس على قائمه الطعام بتاع القرش. ونادر جدا ان قرش يهاجم بني ادم للاكل. لكن حته ان انا بدخل منطقه نفوذه وخاطئ مني ممكن يحصل نوع من الاحتكاك ده. فالقصه اللي حصلت دي هي قصه عاديه جدا، ان واحد غرقان ميت فضل 24 ساعه في الماء لعام ما لقوه اتعض. جت السمكه اكلت منه حته. لكن احنا انا وبنرفع برضه علشان لا نهول ولا نهول. ايوه. هناك ممارسات خاطئه في منطقة في البيئة البحرية قد تؤدي الحوادث، لأن احنا بنستخدم البيئة البحرية بشكل مفرط بالنسبة لعدد الغواصين، بالنسبة لإلقاء المخلفات، الحاجات دي كلها حاجات قد، بل إن في هناك بعض البحرية اللي موجودة على مراكب بيرموا بعض الفراخ مثلا ويرموا حاجة عشان يجذبوا أسماك القرش يطلعوها الساحل على سطح المية عشان يستمتعوا عشان يصور. فبالتالي القرش لما بيبص لما بياكل من على وش الميه ممكن يتخيل ان كل حاجه على وش الميه قد تكون اكل. صح. القرش لا يستطيع ان هو يحكم ان ده اكل او مش اكل، لازم يعض. فما بيبقاش دايما بتبقى حوادث القرش غير مقصوده. قد يفتكر البني ادم اللي عايب ده نوع من الاكل، يعضه ويبقى عايز يسيبه. لازم يعضه، لما يجي يسيبه لازم يسيبه. لكن اسماك القرش ليست حاجه سيئه جدا، وعايزين نحافظ عليها انها نوع من الجاذب للسياحه وليس طارد للسياحه. واللي بيخليها طارد للسياحه هي ممارسات خاطئه ممكن تؤدي لبعض الحوادث. والله يا دكتور حضرتك اكيد عندك حق لاسباب عده، اولها ان حضرتك العالم في هذه الامور. الحاجه الثانيه ان انا شفت اماكن سياحيه في حتت كتير جدا في العالم جزء من جاذبية الغوص فيها ان هم بينزلوا يعوموا مع اسماك القرش تحت. بالظبط كده. فانا ده منتج سياحي انا ببيعه. بالظبط. لازم اتعامل معاه بهذا. هذا منتج سياحي انا بسوقه في العام. هذا بيجذب زي ما قلت لحضرتك ان قيمه سمكه القرش في الاخوين السمكه الواحده بتدخل 200,000 دولار. يعني عمليا يا فندم احنا محتاجين شده جامده في مساله بالزبط. التعامل مع البحر الأحمر تحديدا والصيد الجائر بالضبط. تحديدا ومسألة إلقاء المخلفات تحديدا وما إلى ذلك. إحنا عايزين بالضبط. شدة يعني شدة شديدة جدا، لأنه ربنا وهبنا بموارد بحرية لا لها مثيل في العالم. يعني استراليا اللي هي فيها الجريد بارير ريف طبعا الحاجز المرجاني الأعظم، إحنا نعتبر أحسن لأسباب عديدة، وإحنا بنضيع يعني الثروة من إيدينا. هو بالظبط ان انا لازم اعمل البحر الاحمر ده ان دي بيئه فريده، موارد طبعاً. فريده، ومفروض لما اجي انميها بناء على كيف وليس كم. صح. هي مش قصه عدد غواصين وعدد سياح وعدد فنادق وعدد غرف، لا خالص. دي موارد بحريه فريده جدا ما يجيهاش ولا يبقى مسموح للي يجيها غير سائح فريد جدا من الناحيه الثقافيه والناحيه الماديه، اللي يدفع كتير علشان يجي يشوف هذه الموارد. أنا من أنصار اللي يدفع كتير دي بصراحة، يعني لازم أدي السلعة بتاعتي حجمها الحقيقي وسعرها الحقيقي. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة القناة ومسؤول جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر. أنا بكلمك بجد والله العظيم ثلاثة، في حتت كتير جدا في الدنيا جزء من سياحة الغوص بتاعتها مرتبطة بإنك بتعوم مع أسماك القرش. طب أنا هقول لكم حاجة على اسم اغلبنا يمكن يكون عارفه، يعني اللي غاويين طبيخ وبتاع، بس اللي تحب الطبيخ دي انا ما اقولكش.
جوردون رامزي اللي هو واحد من أشهر شيفات العالم، عنده حلقتين بالتحديد في برنامج من البرامج اللي بيعملها، يعني مصوره أو مصور جزء منهم وهو بيعوم تحت مع أسماك القرش تحت المية، عشان كان بيصطاد سمك تاني، يعني بيصطاد سمك تاني عشان يطبخه، وأسماك القرش بتعوم حواليه هو بيعوم معاها، وميت فول ما فيش حد قال له أنت بتعمل إيه، ولا يعني السمكة ما قالتلوش أنت بتعمل إيه يا جوردون، راحوا جايين عضينه ولا هجموه، ولا هو كان خايف أو متوتر خالص. فواضح ان ده فعلا شكل من اشكال السياحة.